عوض أن يكون مكان هذه الطفلة هو المدرسة، تتحول إلى متسولة رغما عنها، وما يترتب عن ذلك من انحراف واغتصاب وإدمان على المخدرات، تصبح أداة تستغل في التسول كباقي الأطفال. أنا وقعت لي أنا براسي هنا، أنا خدام أنا والمرأة، وكان عندنا الدري باقي صغير. خلينا عند واحد المرأة تقول لي واحد من السوبر مارشي، واش هذا ولدك؟ قلت لي إيه. قال لي راه واحد المرأة كتوقف تطلب به هنا. يومين خليته عندي. خرجت وكتطلب به، مرض لي فيها 5 سنين هو مريض لي وأنا كنصرف عليه. متسولون في كامل قواهم العقلية والجسدية، يتظاهرون بالإعاقة، وآخرون يختارون وبعناية مواقع تمركزهم للرفع من الدخل اليومي. السعي والتسعية ويجيب شي قهوة تبغي تاكل مشكلة، كيجيو يرى لي ما تعطيش، يقول لك اعطيني يرى لي اعطيني هذه، يعني بحال بغى ياخذ صحه يسعى منك صحه، يعني في ازعاج ما اكثر من الازعاج. كما كنقولوا حنا قله ما يدار، يعني حنا الحمد لله الواحد صحيح وعنده واحد الامكانيه، راه البلاد راه ماشي زعما خايبه للدرجه باش الواحد يبدا يتسول. ماذا يقول القانون؟ فالمشرع سن قانونا لوضع حد لهذا التسيب، كل شخص يمتهن التسول فالعقوبة تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة، وذلك باستغلال الأطفال والإعاقة أو التهجم إلى غيرها من أساليب الابتزاز. عرف المتسول وقال بأنه هو الشخص الذي تكون لديه وسائل التعيش وبوسع الحصول على عمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان. هنا أعطنا صفة التعود. للوقوف عند بعض حالات التسول هنا بمركز تطمليل رافقنا سعاد الحبشي، وهي مساعدة اجتماعية تعرف عن قرب مختلف الحالات التي يبقى سبب امتهانها للتسول التفكك الأسري والفقر والظروف الاجتماعية الصعبة، لكن كل واحد له أسلوبه في المناورة ومن ثم الحصول على المال. هذه الحالة ديال التسول عن طريق استعمال الإعاقة، عنده لا فامي ديالو، عنده الأم ديالو، عنده الأخت ديالو، كيستغلوه باش كيمشي كيطلب ليهم وكيجيب ليهم واحد المبلغ يومي. لكن لماذا يرفض الأشخاص الذين يحالون على المؤسسة من قبل وحدة التمشيط الإقامة هنا؟ ما كيبقاوش هنا، حنت في الشارع عندهم واحد الظروف أحسن من هنايا اللي كتجلف انهم كي الفلوس وفي التعاطي ديال المخدرات. ليس الكل بل البعض يمتهن التسول في مدينة تحولت الى قبلة للمتسولين من باقي مناطق جهة الدار البيضاء إسطى، كما تشكل الاحياء الصفيحية والمساكن العشوائية نقطة انطلاقهم. حسب الاحصائيات يصل عددهم الى حوالي 30,000 شخص بالدار البيضاء. فالجهة قامت بإعداد واحد المشروع مهم لمحاربة هذه الظاهرة، وكذلك لخلق وتوسعة أولا المركز ديال تطمليل اللي هو كيحتوي واحد المجموعة ديال المتشردين ومجموعة ديال الناس اللي كيمارسوا مهنة التسول، وكذلك خلق جوج وحدات أخرى إضافية لاستقبال هؤلاء الناس. ولكن المهم عندنا أكثر هو أننا الآن أمام ظاهرة اللي كتزيد كتفشى وحتى المواطن كيساعد عليها. أصبح النفوذ الترابي للتسول يعرف منافسة شرسة، حيث يتوزع هذا النفوذ على خطوط النقل الحضري وعلى الأحياء الراقية، وكذلك على الطرق التي تعرف سيولة مهمة في حركة السير. السلطات المحلية تشن حملات من حين لآخر على أعداد المتسولين، لكن لا شيء تغير من المشهد الذي يسيء إلى جمالية المدينة ويطرح إشكالية أخلاقية.